تفضل يا شيخ. شيخنا بالنسبة للكتب باختصار كذا، ما هي الكتب التي باختصار؟ نعم نختصر على كتابين. نعم كتابين مطولين. نعم الأول مختصر قليل. والثاني الجامع بين التسهيل والخلاصة المانع من الحشف والخصاصة في 2000 بيت في النحو والصرف. هذه الخلاصة. الخلاصة لابن مالك، وأضاف الشيخ مشايخنا في قطر شمقيط المختار بن بونا 1000 بيت إلى ألفية المالك، فصار المجموع 2000 بيت. لا إله إلا الله. ها وعلق عليه المختار بن بونا، وكان الشيخ الله يعرف يحفظ هذا الكتاب حفظا بل يزيد. لا إله إلا الله. هذان الكتابان مطولان. نعم. 2000 بيت. رأيت شوف شوف هذا هنا هذا الكتاب بابي الشيء بشيء يذكر. نعم. على سبيل المثال. هذه مكتبتكم يا شيخ ما شاء الله. أنا بس أوريك وهذا فقط. نعم. رأيت هذا خط. هذا الكتاب. هذا تجريد حديث أظن أن الله أعلم من الخارج. من الخارج؟ نعم. كيف الخارج؟ تجريد تجريد جديد من الخارج. أيوه أيوه نعم نعم. جملته حديثا يعني. أيوه نعم. هذا من العناية بالكتب شوف. نعم. سبحان الله كتب مالي إلى الآن موجودة. هذا الثاني. الثاني. سبحان الله. ونحن بعض الطلاب عندنا يا شيخ كتاب ما يبقى عن لديه ولا سنة. أيوه نعم. نعم. ما شاء الله. الثاني أيوه نعم. شفت من باب الخلاصة شوف شوف من يقرأ قال مالك هذه النسخة فالله عنه أنهيت قراءة هذا الكتاب كله على شيخنا العلامة أحمد ابن محمد حامد الحسني بالمدينة النبوية في 28/9/1417 ما شاء الله يوم الخميس والحمد لله للدنيا التي تتم الصالحات. يا سلام يا سلام يا سلام هذا شيء جميل ما شاء الله شيء جميل ما شاء الله. هذا على كل هذا الكتاب الشرح المختصر الخليل والشرح للمختصر في أشرطة أيضا وحتى في بعض الدفاتر قيدت بعض الفوائد في الدفاتر. يا سلام يا سلام. أما على الكتاب ما تكتب يا شيخ؟ لا 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 ما تكتب على الكتاب. لا 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 أكتب. وكان الشيخ ما يرضى بهذا. ما يرضى. نعم وحصلت إرشادات منه في هذا. نعم في مدة قراءتي عليه في بعض الأحيان أو أحيانا في مناسبات رأيت ومن المناسبات. نعم شيخنا أني يوم الأيام كنت عنده وجاء طالب شمقيطي كبير في السن لا أدري كيف هو الآن يقرأ في التفسير. نعم اسمه كتاب في التفسير كذا يقرأ هذا الكتاب. نعم في التفسير وأنا ما كنت أعرف اسم هذا الكتاب فقلت سألت هذا الطالب ما اسم هذا الكتاب فذكر لي فأخذت ورقة وأخذت هذا الكتاب من هذا الطالب لأضع الورقة عليه على الكتاب على الكتاب نعم يعني تتكئ عليه نعم أيوة أكتبه فمنع الشيخ لا تفعل نعم ونهاني فكيف بالكتاب على الكتب هو هذا إن كان الاتكاء ممنوع نعم والله هكذا صار للشيخ ولذلك ما كنت أكتب في الكتاب لكن قد نسجل أو نسجل بالتسجيل كما تسجيل الصوت أو على الدفاتر على الدفاتر بالقلم نعم رأيت